الحمد لله بالوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائل من ولاية سطيف، سلمونا على الناس سطيف، سلمونا على ناس الفوارة، ناس الحشمة والحياء، ولذلك فكرتيني كي جبتي لي ولاية سطيف. ماذا بيا ندير نداء لوالي ولاية سطيف إن كان يسمعنا. عندكم هذاك التمثال اللي خلاته لكم فرنسا، فرنسا اللي جاو يلعبوا بينا بشركة المايونيز. عندكم تمثال تاع امرأة عارية، يعني يقولوا لي 50 سنة ما قدرتوش تلبسوا لها جبة. ما راناش نقول لكم ريبوه، ما راناش نقول لكم نحوه على بنا ما تقدروش، ولكن على الأقل لبسوا لها جبة. ما راكوش قادرين تشوفوا فنان سطايفي يدير لكم صورة تاع امرأة سطايفية تفتل الطعام. هاي حاجة سهلة تدير في البربوشة. علاه مخليين صنم عريان عيب وعار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ويزيدوا يتبركوا بها، يجوا يتصوروا. صبت واحد الاخ باللحية نتاعو قندوتو، صبتو يتصور معها. قلت له اسمح لي هذه صنم عريان تتصور معاه؟ قال لي لا أنا ملور. ويجوز لك تصور معها ملور؟ الله يهديك ويغفر لك ويتوب عليك، حرام عليكم. هذه مذلة لسكان سطيف، عيب. ماذا بينا الوالي إن كان يسمعنا، روح جيب فنان يلبس لها جبة سطيفية وراكو استرتوها. يا سبحان الله، دارونا التماثيل في كل مكان. السيدة عمرية من ولاية الصيف، الله يذكرني في الشهادة، كانوا الصيفية الأحرار، جدودنا الصيفية، نهار فرنسا دارت هذا التمثال، كان الصيفي يمشي كي يوصل وين يشوفها يغمض عينه، والله العظيم يغمض عينه مسكين، ويمشي حتى تصيب واحد خبط في حيط، الاخر في شجرة، الاخر دخل في بركة تاع الماء، المهم ما يحلش عينه حتى يتجاوزها. رام الصيفية. ودوكا يجي يتصور معاها البركة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لا لبسوا لها جبة،